مرحبا بكم وسهلا في صحراء حضرموت. شوف الحلال والمراعي والسهولة الطيبة ينسيك صعوبة الطريق والوصول إليها. بادي تهلنا حيث المراعي والحلال والعزب والأمور الطيبة في حوارم مركز مديرية قف العوامر التي تبعد من مدينة تريم حوالي 200 كيلو نحو الربع الخالي. شهدت مهرجانها السنوي لمزاينة الأبل. بهذه الطريقة وبهذا الترتيب كمهرجان منظم هي المرة الثانية أعتقد بهذا الشكل تكون. طبعا هذا تنافس شريف وتنافس يدعم ملاك الأبل لاهتمامهم بالثروة الحيوانية ومنافستهم لأخوانهم في هذا المجال. والمنطقة هذية معروفة من قديم الزمان، هلنا وهل وحل هلنا ويدادنا أهل حلال وغنية بالحلال، ونبغى هذه المزاينات تساعدهم وتدعمهم لتشييعهم في السلالات الطيبة والمحافظة عليها وتعديلها للأحسن إن شاء الله. صراحة واجهنا إبل كثير في الأشواط وكانت صعب في التحكيم، فيه نوع من الصعوبة شوي، ولكن اللي التحكيم يمتلكون خبرة في تمييز المطية عن المطية وتغلبوا على الأمر، وإن شاء الله أنهم أنصفوا وصابوا في التحكيم إن شاء الله. حكموا بالعدل وحسب نظرهم والجميع أشاد بهم ونشكر لهم تعبهم. بسم الله الرحمن الرحيم، يا مرحبا بالضيوف والمشاركين والجماهير، يا مرحبا بكم في مزاين قف العوامر في الدرجة الثانية والناموس للجميع وكل المشاركين شاهد في هذه المزاينة أو حضر. ملقاها طيب تسمع منه وبلاقيها ان شاء الله، ملاقي طيب وان شاء الله تفوز هذه وبس، وان شاء الله الله يديم قبيلتنا ويقويهم. العبد وشجعونا بهذه الطريقه، بل اللي كساب وبل اللي خلف كساب. والفكره كان قبل كم سنوات كنت بحدة نفس المهرجان هذا في منطقه قريبه نفس المكان هذا في منطقه في العوامر، وكان نجاحها يعني تقريبا 70%، والشباب جزاهم الله خير تشيعوا على نفس المهرجان ودعموه وبيض الله وياهم ما قصروا، والحمد لله شفت كيف انتبهين كان النجاح وكان عدد المشاركين في المهرجان. هذه المزاينة نشطت الناس وخلت الناس يتعلمون بحلالهم، ونشكر يعني الناس اللي رتبوا هذه المزاينة وقاموا بها والذي يعني ساهموا فيها، يعني
يعني اعتبرت شيء على المنطقة وللشعب ولأهل الحلال، وجزاهم الله خير. نتمنى إن شاء الله يكون مهرجان أحسن ويكون دعم أكثر من كذا، ومهرجان يتحسن أكثر وأكثر بعد. وإحنا طبعاً كانت مزايرتنا في نوعين من المجاهيل والحراير، ونتمنى نكون مثل للمناطق المجاورة لما نقوم به من عمل في مجال دعم الثروة الحيوانية.